وقف شويه على كورت جمعه، وادي اماميه على طول عند ويليام جيبور، انما على طول ياخدها في سكته كده ويروح. ايمن حفني يا ولد يا لعيب، وادي مره ثانيه والهدف الاول، والهدف الاول الرائع، والهدف الاول الرائع. ايمن حفني، ايمن حفني هو اللي عمل هذا. من اي مكان بيشوط، من اي مكان بيشوط، هو هداف الفريق، هو هداف الفريق باربع اهداف. ويليام وده هدفه الخامس. يا سلام يا ولد يا لايبير يا لعيب، يا لعيب على طريق جورج ويا، على طريق طبعا سلفه السابق على طول. جورج ويا مش ممكن بيحط شومه في المقص. ويليام جيبور اللاعب الليبيري الراجل يعني من اي مكان. حتى كان ده البديل اللي نزل، وادي على طول بتتلعب لجيبور ويسدد، وجيبور ويسدد ويسجل ويسجل جيبور كمان في الاسبوع الثالث. وادي اهو الهدف اهو بيتعاد مره ثانيه، كوره وهجمه كربون من الهدف الاول اللي سجله حسام حسن. موسم مع طلائع الجيش، ويعني بيصبح كده في صداره هداف الدوري المصري. ادي كوره منتهى الخطوره وهدف ثاني، مش ممكن مش ممكن. لسه بقول لحضرتك ويليام جيبور اللاعب الليبيري مش ممكن، الراجل من اعلى نقطه. بس هل في يعني، هل كان سابق، هل في يعني شبهة كده تسلل ولا ايه في الكرة اللي فاتت؟ يعني طلائع الجيش ويليام جيبور، ويليام جيبور، وبالفعل الهدف الثالث، هاتريك ويليام جيبور في جديد في الاحتفال بالاهداف من جانب ويليام جيبور اللاعب الليبيري. بقول لحضراتكم هو اللي كان بيدير مباراة المقاولين، او كان فريق المقاولين، كان بيدير فريق المقاولين النهارده بعد استقالة الكابتن محمد عبد السميع. ده الهدف، هدف حلو قوي طبعا. ويليام جيبور بيحرز الهدف كمان. خلي بالكوا فرقه لما بتنزل وبتضغط وبتسيطر وبتقدر تحرز هدف بدري بيديها افضليه في المباراه وبيديها ثقه. اللعيبه بتبدا بقى خلاص حاسين ان هم راكبين الجيم لعبا ونتيجه، او اداء ونتيجه. فالهدف دخل لطلائع الجيش مسيطر تماما على في وسط الملعب. الطاوي لعادل، عادل عمل واحده داخل منطقه الجزاء، لكن تعلى تعلى على طول، وهدف، هدف التعادل لطلائع الجيش، يحرزه ويليام جيبور. التعادل لفريق طلائع الجيش، تبقى 1-1. كنا لسه بنتكلم، ادي كوره بتتعاد مره ثانيه، عليت يعني هنشوفها مره ثانيه. ادي ويليام جيبور دخل كده براسه يغير كده اتجاهها، لكن كان نادر سعد لازم يدخل. ينتهي بالتعادل الايجابي، وادي واحده داخل منطقه الجزاء، وويليام جيبور والهدف الثاني. ثانيه قدام حضراتكم، ادي جمعه مشهور، وادي العرضيه، ادي دفاعات الانتاج الحربي، ادي ويليام. جميله جدا، فرق شاسع بالنسبه لفريق طلائع الجيش من اخر ثلاث ماتشات تولى فيهم كابتن عماد سليمان. دي فرصه ضايعه لويليام جيبور اللاعب الافريقي المهاجم في فريق طلائع الجيش. عمل ماتش كويس جدا النهارده، وصل لمرمى محمد العقواوي بشكل كبير، وفي اكتر قبل كده فريق الداخليه، وبعدين اتعادل وبدا يعني يحسن مركزه ويخش كمان من ضمن الفرق اللي ممكن يبقى ليها فرصه في الصعود. هو لسه طبعا دي فرصه تانية، راحت لويليام جيبور حطها في المرمى، لفها خبطت في ايد العقواوي وطلعها مدافع المقاولين، اعتقد ده شمس الدين تيجاني، راحت في القائم. ويليام جيبور وفرصه غريبه جدا، الراجل ده عمل شغل كويس جدا ويليام جيبور النهارده في الماتش، مهاجم قوي جدا وعدى، لكن طلعها شمس الدين تيجاني كده ينطق ويلعب لاسلام كمال وجيبور، جيبور وسيد فريد، جيبور ويحط الكوره، انما كاميرا معاها سريعه. وادي كوره جيبور اللي دخل من الشمال وحاططها، يتصدى لها الهاني، توصل على طول ايمن حفني مره ثانيه، على طول ايمن حفني يبقى بيجيله على طول ويليام جيبور، تقف الكوره وتخدمه مره ثانيه. ويليام جيبور عايز يسيطر على الكوره، وادي كوره اسلام فاز في 9. وادي على طول تسديده من جيبور، انما بجوار القائم ركله مرمى، ركله مرمى بيحاول ويليام جيبور اهو. بص شوف بالتعادل والتسديده، عبد العزيز حسن، وادي الاميه، ويليام جيبور بيسقطوا له كره في اي مكان. الراجل ده ويليام جيبور كان بيفكر يصوب، دخل مره ثانيه ويليام، ابراهيم القاضي ويلعب العرضيه، ابراهيم النجم الكبير، افضل لاعب في العالم 95، جورج ويا. ادي ويليام جيبور هيشوط من هنا ولا ايه؟ انما على طول بيشوط، وادي العرضيه، ادي على طول ايمن حفني، وادي اماميه على طول رايح بسرعته ويليام جيبور ويحط جسمه، انما خالد سطوحي، خالد سطوحي والله يعني بيقاوح معاه للحظه الاخيره خالد، وانتهت الكره بركنيه لصالح طلائع الجيش. ادي الاعاده مره ثانيه،
ابراهيم القاضي والله هو اللي كان كمال، انما جمعه مشهور وادي الاماميه ويليام جبور هل يروح بسرعته ويليام، انما على طول ما تفزلكش ابراهيم القاضي عارف مين اللي في ظهره. اول في الدقائق الاولى من المباراه بتمريره جميله من ايمن حفني ثم حسب القانون طبعا ادي كوره على طول منتهى الخطوره وتصطدم كده وما يعرفش ياخد احمد كمال تروح لويليام معروف يوسف او عبد الله فاروق وادي كوره منتهى الخطوره على طول ابراهيم القاضي. ابراهيم القاضي